السلام عليكم طلاب، إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلامة. وصلنا لمحاضرة الفيجن اللي هي The eyes are the windows to the brain. بالحقيقة هي eyes هي تدخلنا information from the surrounding environment، هذا الشيء كنا نعرفه، لكن بنفس الوقت eyes هم تشتغل as an output، مو فقط input، مو بس الدخل. عن طريق الايز ممكن احنا ناخذ فكرة على الاقل يعني in general عن ال mental state of the subject، يعني of the person. يعني انا اذا اشوف واحد ممكن مركز في الموضوع من نظرات عينه، احس انه هذا الانسان ما مركز وياي، هذا عنده شيء يفكر بيه، او من نظرات عينه احسه فرحان، زعلان، ضايج، تعبان. يعني تعطينا انطباع عن emotional state of the subject، تعطينا انطباع عن mental activity of the person. اوكي، اذا يعني الاي تشتغل in two pathways حقيقة، هي input and output. ناخذ an overview an anatomical، هي انه تبقى مايس تتحفظ عليها من الدراينس، هذه هي الكورنيان كونجكتيفا، وبنفس الوقت هم هنا يوزع التير دروبس يعني المادة الدمية. The second layer، اللاير الثانية هي الكورويد. كورويد طبعا هي vascular layer، يعني بيها vessels، فبالتالي بما انه هي بيها vessels يعني احنا نتوقع الفانكشن main function مالتها انه to supply nourishment and oxygen to the eye، أو على الأقل to the outer layers of the eye. تنتهي الكورويد بمكان تكون الكورنيا، معناها الكورنيا avascular، ما توصل لها blood vessels. الكورنيا إذا منين تجيها الأكسجين؟ يجيها الأكسجين يعني عن طريق ال air، فبالتالي يعني from the atmosphere، فبالتالي الكورنيا يكون oxygenation مالتها direct، عادة تكون هي avascular. طيب the third layer عندنا هي الرتنة، هذه اللي هي لونها أصفر، اللي لونها أصفر هذه هي الرتنة اللي هي شبكية نعرفها. طبعا هي شبكية، هي cornerstone بالphotic transduction، او اللي احنا نسميه انه conversion of light energy into electrical energy، مو هي هذه الوظيفة الاساسية of the eye، انه تحول الطاقة الضوئية الضوء اللي يوصل لها من الاجسام اللي دار مدارنا تحولها الى طاقة كهربائية او تيار كهربائي، لان احنا قلنا البرين يشتغل بالكهرباء، البرين اللانجوج مالته الكهرباء، ما يفهم غير اشياء، فلذلك كل شيء داير مدارنا لازم بالتالي يتحول الى كهرباء. وين تصير هذه العمليه كلها؟ تصير بالرتنا، الرتنا الشبكيه، راح نحكي عنها شويه بالتفصيل بالسلايدات القادمه ان شاء الله. طيب انتيريرلي عندنا اللينز، اللينز اللي هي العدسه، ماكو كاميرا ما بيها عدسه، حقيقة هي فكرة العدسات مال الكاميرات هي جاية من فكرة الآي. العدسة مالت الآي هي تكون باي كونفكس، محدبة من الشكلين من الجهتين، وطبعا suspended in place يعني اللي يلزمها بمكانها هي suspensory ligament، وتحديدا zonular fibers of suspensory ligament، اكو هنا ligament نسيج رابط، هذا النسيج الرابط حتى يحافظ على مرونتها، حتى تقدر تغير شكلها براحتها، يعني هي ممكن تلطش هنا وتلطش هنا بدون ما any fibers any ligament، لكن اذا ما صارت هذه structure فما راح تغير شكلها. ليش تغير شكلها؟ لانه راح نحكي بعد شويه ليش لازم اللينز تغير شكلها. وطبعا suspensory ligament همين لاطشه فد layer او فد structure نسميه ciliary body. ciliary body حقيقه هو إلى two functions، خلينا نقول الفانكشن الأولى إنه بي طبعا muscles، هاي muscles هي circular and longitudinal، هذه muscles contraction of هذه muscles راح تحدد شكل ال اللينز. شلون يعني؟ إذا صار contraction باللongitudinal muscle fibers
راح تصير كونتراكشن، هي لونجيتودينال فراح تصير شورت، فبالتالي راح تسحب اللينز من هنا وتسحب اللينز من هنا، بالتالي اللينز بما ان بدل ما تكون هيك كونفكس راح تقل الكونفكسيتي مالتها، او بالعكس اذا سيركولر لايرز راح يصير بها كونتراكشن فراح تصير اللينز ريلاكس، اذا كانت هي اقل تحدبا راح يزداد تحدبا. هذه الوظيفه الاولى. الوظيفه الثانيه انه production of aqueous humor، هذا فتسائل يطلع من السيلياري بودي ويصير بي ديفيوجن او يعني يملي هذا المكان او هذا التجويف اللي حنحكي عنه، اللي التجاويف اللي امام اللينز كلها تملأ باكيوس هيومر او اكيوس فلويد. منين يجيبه هذا السيلياري بودي؟ يجيبه باي ديفيوجن from the plasma اللي هي وين موجودة؟ بالكورايد. من الكورايد يصير diffusion from plasma يجينا fluid، هذا الفلويد راح يمشي anteriorly. إذن anterior to the lens عندنا another layer، هذه layer اللي هي pigmented layer اللي هي نسميها الايرس القزحية. القزحية بيها two muscles، two types of muscles constrictor and longitudinal. والقزحية بمنتصف القزحية عندنا فتحة، هذه الفتحة هي البيوبل البؤبؤ. اذا ليش انا عندي مسلز؟ عندي مسلز حتى تتحكم بالسايز اوف ذا بيوبل، يعني اذا كانت لونجيتودينال يعني تكون لونجيتودينال متعامدة مع فتحة البؤبؤ، فبالتالي اذا صار بها كونتراكشن راح يزداد السايز اوف ذا بيوبل. هذه الفينومينا شو نسميها او هذا الطرق يعني العمليه نسميها مدريايسس، يعني توسع البؤبؤ، وتكون عاده under control of the sympathetic nervous system مثل ما حكينا. اذا صار بالعكس الكونستريكتر موسل صار بيها كونتراكشن اللي هي دار مدارها تكون حلقيه دار مدار فتحه البؤبؤ، فبالتالي ايش حيصير؟ راح اتوقع انه decrease the size of the pupil. فهذه شو نسميها ميوسيس، تكون عادة under control of the parasympathetic nervous system. القزحية هي اللي تعطي اللون مال العين، اوكي لون العين اللي احنا نشوفه سواء براون بلو جرين او سو، طبعا جاي من لون القزحية. anterior to the pupil اكو فد تجويف او chamber، هذا chamber اللي هو نسميه anterior chamber بين الكورنيا وبين الايرس. اذا ماكو هنا شيء ممكن الكورنيا تلطش على الايرس، اوكي فبالتالي هذا التجويف لازم يكون filled by a substance، هذا السبستانس هو فلويد حقيقه واللي هو الاكيوس فلويد، هذا نسميه انتيرير شامبر. اكو فالتجويف اخر هو اصغر واضيق هو بين الايرس واللينز، هذا نسميه posterior chamber هم manifold by the aqueous humor. إذن posterior to the lens هم عندنا هذا التجويف الكبير اللي هو يحافظ على شكل ال eye globe، حتى تبقى ال eye in a globular shape عندنا لازم another substance اللي هو نسميه vitreous fluid. اوكي الفيتريوس فلويد هذا موجود posterior بس يكون جيلاتينوس thicker than the aqueous humor، يكون posterior to the lens. الاكيوس هيومر طبعا تقريبا الفيتريوس فلويد تقريبا حجمه ثابت. الفيتريوس الاكيوس هيومر هذا متجدد دائما، فمن يتجدد يعني من يجي شيء جديد لازم القديم يصير بي ري ابزوربشن نتخلص منه. شلون يصير بي ري ابزوربشن؟ عن طريق فد فينوس سيستم اند اي كانال، هذه الكانال نسميها شليم كانال، شليمز كانال، وين موجوده؟ بين بال بال بالانجل الزاويه اللي هي بين الكورنيا والايرس، اوكي بين الكورنيا والايرس هذه الزاوية نشوف بيها اكو كانال اللي هي شليم كانال. هنا راح يصير الري ابزوربشن او التصريف مات الاكيوس هيومر وين؟ تو اي فينوس سيستم. اذا صار
صار المشكلة بهذه الأنجل، يعني هذه الأنجل انسدت وهاي الكنال انسدت، ايش حيصير؟ أتوقع أنه وطبعا بنفس الوقت السيلياري بادي يطلع أكيوس هيومر، يطلع أكيوس لكن ماكو تصريف للقديم، فأتوقع أنه الضغط داخل العين حيزداد، يسوي increase in intraocular pressure. هذه الظاهرة أو هذه شو اسمه الحالة تسمى جلوكوما، الماء الأسود اللي احنا نسميه بالعامية. طبعا هذه emergency case، يعني هذه emergency case بالعيون هي الجلوكوما، لأنه ممكن تسوي لي blindness. هذا النوع من الجلوكوما نسميه closed angle glaucoma، انسدت هذه الأنجل وماكو تصريف. ممكن تكون الأنجل مفتوحة والكنال ما بيها مشكلة، لكن المشكلة أنه increase in production of aqueous humor from the ciliary body. اوكي، فهذه شو نسميها؟ نسميها open angle glaucoma. بالحالتين هي تعتبر emergency case. طبعا اذا تحول التيار تحولت اللايت انرجي انتو الكتريكال كارنت لازم ينقل، عن طريق كيبل مال كهرباء، اللي هو من هو الاوبتيك نيرف، اللي هو سكند كرانيال نيرف. اوكي، الاوبتيك نيرف ويا الاوبتيك كانال راح تدخل سنترال ارتري اند فين، يعطيني بلود سبلاي تو ذا اوبتيك نيرف اند ذا ريتن. طبعا على جوانب الاي جلوب ترتبط عندنا الاكسترا اوكيولار ماسلز، المسلز اللي تحرك الاي جلوب، يعني انا شلون بوعي يمنى يسرى فوق جوا تو ذا رايت سوبيرو لاترال سوبيرو ميديال انفيرو لاترال انفيرو ميديال، لازم اكو شيء يحركه، هذا الشيء اللي يحركه هي ماسلز extra ocular muscles اللي هي عندنا superiorly superior rectus inferior rectus lateral rectus medial rectus superior oblique and inferior oblique muscles. ما ندخل بتفاصيلها. طبعا eye is protected by a bony chamber اللي هو الاوربت اللي هو part من ال skull، وتكون يحافظ على اللابريكيشن مالت الاي هي لاكريمال جلاند القناة الدمعية، يكون عادة مكانها سوبيرولاترال تو ذا اي تو ذا بالبيبرال فيشر، يطلع لي الدمع، هذا الدمع تير دروبس يغسل العين، بالاضافة لانه بي اميونوجلوبولينز اجسام مناعية اجسام مضادة حتى يعني to protect the eyes against bacteria, viruses and so on. طبعا drainage of tear يكون عن طريق nasolacrimal duct وبالتالي ينتهي بالنوز. تعرفون انتو وماخذين اكيد بالفيزيكس وشتو بالاعدادية انه كل الاجسام اللي احنا نشوفها هي يكون representation مالتها بالمقلوب وين على الرتنة. هذه ليش تصير الظاهرة؟ تصير الظاهرة simply لأن طبعا بالمقلوب مو فقط upside down، لا حتى الرايت والليفت يصير بالمقلوب يعني على الرتنة simply لأنه احنا نعرف اللايت رايز من تدخل أو من تعبر من from a medium to another medium، إذا عشان اكو بيناتهم اختلاف بالdensity فراح يصير انكسار باللايت رايز، نسميها ريفراكشن. من يصير انكسار او هذا الشيء لازم يصير بكل مرة. ليش لازم يصير بكل مرة؟ لانه دائما اكو اختلاف بالدنسيتي بين الاير وبين اللينز، صح؟ اللينز دنسر دان اير، فلازم ما عدا او يعني براكتيكلي قالوا انه اللايت رايز اذا كانت على بعد 6 متر من الاي من اللينز راح ما يصير بيها انكسار فتدخل ستريت. احنا هسه خلينا نحكي على الجنرال كونسبت. الجنرال كونسبت انه اللايت رايز من يصير بيها ريفراكشن راح يتغير مسارها، من يتغير مسارها راح تصير بدل ما هي سوبيرير راح تكون انفيرير، وبدل ما هي انفيرير سوبيرير، وبدل ما هي
medial lateral and so on. فتكون الصورة معكوسة. طبعا من صارت الصورة معكوسة هنا بالمقابل هذه الصورة راح تنعكس وين؟ بالسيربرال كورتكس، راح نحكيها هسه بعد شوي. فلذلك احنا كل الاجسام نشوفها عدلة لانه راح ترجع تنعكس بالسيربرال كورتكس يعدلها. هذا الحكي وين دا يصير؟ كله دا يصير بالرتنا، هذه الثين لاير اللي هي الشغل كله دا يصير بيها. يعني هذه ال conversion of energies، وبعدين شلون دا يصير بيها fine tuning، وشلون تتميز، والcolor vision والcentral vision والsharp vision كله موجود بالرتنا. إذا نحن نحتاج نحكي in details شوية عن الرتنا. إذا أخذنا جزء من الرتنا، طبعا الرتنا consists of layers. شوية خلينا نحكي شوية عن العدسات. نرجع احنا حكينا قلنا اللينز هي مو شكلها مو ثابت، not fixed، تتغير بتغير ال distance of light rays. شلون يعني؟ اذا كانت اللايت ريز الجسم المضيء قريب من الاي، فاللايت ريز اللي راح تدخل ممكن تعبر الرتنا. احنا الهدف مالتنا انه كل الصور كل اللايت يكون يسقط على الرتنا، يعني يوصل للرتنا لا قدامها ولا بعدها، يعني ولا لا فرونت ولا باك. اذا كانت السبجكت او الجسم المضيء قريب من الاي، فبالتالي هذه اللايت ريز ممكن تعبر الرتنا وتكون خلف الرتنا. اوكي، يعني الفوكس بوينت مالتها تكون بيهايند ذا رتنا. ايش حسوي اللينز بهذه الحاله؟ راح يصير بيها ادجستمنت، راح يصير بيها ريلاكسيشن بالنسبه للسيلياري بودي، فراح تزيد الكونفكسيتي مالتها. ليش؟ حتى ترجع الفوكس بوينت اون ذا رتنا، ان فرونت اوف ذا رتنا. وإذا كان الجسم المضيء بعيد، فاللايت ريز ما راح تقدر توصل للرتنا، راح توقف عند حد معين in front of the retina. ايش حتسوي اللينز؟ راح تسوي يصير contraction of the zonules، contraction of ciliary body، راح تقلل الكونفكسيتي مالتها، بالتالي الفوكس بوينت راح توقع على الرتنا. اوكي، نرجع للرتنا. هسه in general لازم نعرف طبعا هذه كلها رتنا، يعني اكو فد اريا تقريبا سيركولر اريا ان ذا رتنا. هذه الاريا مخصصه للسنترال فيجن، للشارب فيجن، للكلر فيجن. شلون يعني؟ هسه انتو كلكم بدها تشوفون سواء باللابتوب او بالموبايل او بالايباد، الكل مركز على منتصف الشاشه، لذلك اني كل شيء في منتصف الشاشه دا اشوفه ان فاين ديتيلز، سواء من ناحيه الالوان، من ناحيه الـ التفاصيل الاخرى الموجوده. لكن بنفس الوقت اني هسه عيني مركزه على منتصف الشاشه، كل شيء ان ذا بيريفري بالسراوندينج اني اشوفه، لكن نوت ان فاين ديتيلز، يعني مو بتفاصيل السنترال فيجن اللي اني دا مركزه على المنتصف. البيريفري هم انا دا اشوفه لكن مو بتفاصيل السنترال فيجن، هذا نسميه سنترال فيجن، الباقي شو نسميه بيريفرال فيجن. اوكي، اي واحد. اثنين، حتى الكلرز اللي هي ان ذا سنتر مو يعني راح تكون اقوى بالتفاصيل، اشوفها بتدرجات اقوى من التدرجات اللي اشوفها بالبريفرال فيجن. فهذا السنترال فيجن هو شاربر و مور ديتيلد. اني وين ما اركز هسه، اني اذا اريد ابوع على الجهه اليمنى راح يصير السنترال فيجن مالتي هو بالجهه اليمنى،
الباقي كله peripheral vision، باوعت لي فوق، السنترال فيجن مالتي فوق، اي مكان انا اركز عليه يعتبر هذا سنترال فيجن. هذه المنطقه من الرتنا اللي هي مسؤوله عن السنترال فيجن، عن الشارب، عن كلر فيجن، وين ما تتحرك العين الاي كلوب طبعا تتحرك وياها، يعني هي الاي كلها تتحرك، فهي مكانها ثابت بالنسبه لللينز وبالنسبه للكورنيا وبالنسبه للبيوبل. هذه المنطقة نسميها ماكيولا، وتحديدا المنتصف مالتها الفوفيا. الفوتوريسبترز الموجودة بالماكيولا تختلف عن الفوتوريسبترز الموجودة in the periphery of the retina. اوكي، هنا نشوف الكونز. طبعا احنا عندنا two types of photoreceptors، cones and rods او rods and cones. الكونز بالماكيولا تكون denser، بال periphery تكون أقل، والرودز بالعكس. الرودز مسؤولة عن ال peripheral vision، مسؤولة عن ال night vision، بينما الكونز for central vision، for sharper vision، for color vision. أخذنا مقطع بعد أقوى أو أقرب من الرتنة وكبرناه تحت المجهر، أخذنا cross section حتى نشوف layers of the retina. طلعت لنا هذه الصورة. اول لاير اللي هي الفوتو البيجمنت ابيثيليوم. كل اللايت ريز خلوها ببالكم اللي تدخل للاي لازم يصير بها كومبليت ابزوربشن، كلها تمتص هالعين. اذا جزء من عندها ما امتصت هالعين فراح يصير ترجع ريفليكشن يصير بها. وين ترجع؟ ترجع على العدسه، ترجع ايش راح يصير؟ راح يصير بلورنج اوف فيجن، راح يصير فوضى. فبالتالي الرول انه كل اللايت ريز اللي تدخل الاي لازم يصير بيها كومبليت ابزوربشن عن طريق البيجمنت ابيثيليوم. بس البيجمنت ابيثيليوم راح تدخل لي اللايت ريز هذه الفوتيك انرجي لللايرز اوف ذا ريتينا لاير باي لاير. لايرز اوف ذا ريتينا، اول لاير طبعا هي 5 لايرز. اول لاير اللي هي الاوتر نيوكليير لاير، هذه الازرق اللي هي layer of photoreceptors. اللاير الخضراء اللي هي inner nuclear layer اللي هي تتكون من 3 types of cells، bipolar ومكراين وhorizontal cells. واللاير الثالثة ganglion cell layer اللي هي اللونها هذه الأورنج أو براون light brown. طبعا هذه هي layer، هي output of the retina اللي هي بالتالي الاكزون مالتها راح تكون الاوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف زين. اكو لاير ان بتوين نسميها اوتر بلكسيفورم اند انر بلكسيفورم، بس نحكي عنها. اول شيء فوتيك ريسبتورز او فوتو ريسبتورز هي كونز اند رودز. الكونز سي والرودز ار، منين جتي هذا الاسم؟ من جتي من الاوتر سيجمنت مالتها، من شكل الاوتر سيجمنت. اذا كانت كونيكال كون شيب مثل المخروطين نسميها كون رود كون ريسبتورز كونز. اما اذا كانت شكلها مثل العصاية يعني رود لايك نسميها رودز او يعني رودز فوتو ريسبتورز. بكل الاحوال بهذه التركيب هذا الاوتر سيجمنتس مال الفوتو ريسبتورز عندنا مادة الرودوبسين اللي هي فوتيك بيجمنت، هذه تمتص اللايت ريز، وهنا راح تصير كيميكال رياكشنز. هذه الكيميكال رياكشنز تنتهي انه بتحول اللايت ريز او اللايت انرجي انتو الكتريكال انرجي، فد كومبليكيتد رياكشنز بالتالي راح تحول لي الفوتيك انرجي انتو الكتريكال انرجي. طيب بالاوتر سيجمنت بعد راح تتحول، راح نشوف الكتريكال انرجي بعد ماكو في شيء اسمه لايت، ينتهي اللايت. زين مين حيعبر؟ حيعبر من الفوتيك ريسبتورز الما للبايبولر سيلز. بايبولر سيلز هي مثل الفاين تيونر او انتر نيورونز. تذكرون من قلنا الانتر نيورونز هي تقريبا انهيبيتوري، الفكره مالتها انه يسوي فاين تيونينج. فاين تيونر شنو؟ اذا شافت اي شيء زايد راح تقلله، اذا شافت شيء ديس اورجنايزد راح تساويه، راح ترتبه، يعني بالنسبه للاكشن بوتنشلز.
اوكي، وبعدين تطلع الاوتبوت مالتها، النتيجه المحصله النهائيه تطلع لنا للجانجليون لايرز او الجانجليون سيلز، اللي هي النيورونز اللي تسوي لي الكتريكال، اللي تنقل الكتريكال بوتنشال على شكل فايبرز تكون الاوبتيك نيرف. زين، عندنا بعد تو تايبس اوف سيلز، الهوريزونتال سيل اللي موجوده بالانر نيوكليير لاير، هذه السيل الوظيفه الاساسيه مالتها انه تربط الفوتيك ريسبتورز ويا البايبولر سيلز حتى تكون متشابكه متماسكه، نسميها هذه اللاير اوتر بلكسيفورم لاير، بلكسس مثل الظفيره. زين، منو اللي يربط الجانجليون سيل لايرز ويا البايبولر سيل لاير؟ اللي يربطها اماكراين سيلز حتى هم نسوي لي ظفيره متماسكه اللي هي انر بلكسيفورم لاير. طلع عندنا الاوبتيك نيرف اللي راح يطلع من كل اي وبعدين ينتقل الى ان يوصل للاوكسيبيتال كورتكس، الفيجوال كورتكس. هسه اكو فد حقيقه لازم نعرفها او فد شي ثابت، هذا قانون نعرفه، انه احنا الفيجوال فيلد المساحه البصريه، هاي مساحه البصر اللي نشوفها هسه احنا على السراوندنج مالتنا، يقسم الى قسمين لكل اي، كل عين لها مساحه بصريه تقسم الى قسمين، الميديال واللاترال فيجوال فيلد، الابر واللور فيجوال فيلد. اوكي، وممكن حتى تقسم الى ارباع، يعني وهذه انصاف ممكن تقسم الى اربع، الابر فيجوال فيلد بي ابر لاترال وابر ميديال، واللور فيجوال فيلد بي لور لاترال لور ميديال، او بالعكس الميديال فيجوال فيلد بي ابر ولور، واللاترال فيجوال فيلد بي ابر لور، يعني مثل ما نقسمها اربع اقسام كانه كل شيء ميديال. ميديال بالرتنا نسميه نيزل، فميديال فيجوال فيلد نيزل فيجوال فيلد، ميديال رتنا نيزل رتنا، كل شيء لاترال نسميه تمبورال. يعني شنو هي ليش نيزل؟ نيزل لانه قريبة على النوز، لاترال قريبة على التمبورال بون فنسميه تمبورال، فتمبورال هاف اوف فيجوال فيلد تمبورال رتنا. النيرف فايبرز اللي تطلع من النيزل فيجوال فيلد او من النيزل رتنا نسميها نيزل فايبرز، وال شو اسمه تمبورال فايبرز، تطلع على شكل اوبتيك نيرف. الاوبتيك نيرف فروم بوث سايدز جوين ات ذا اوبتيك كيازمت، هذه النقطة الالتقاء الاوبتيك نيرفز بين ال هذه نقطة الالتقاء الاوبتيك كيازمة، يصير بيها تبادل بالفايبرز. شلون تبادل بالفايبرز؟ الفايبرز اللي جاية من النيزل فيجوال فيلد يصير بيها كروسنج، الرايت تصير ليفت والليفت تصير رايت، يعني الرايت تروح على الليفت سايد والليفت تروح على الرايت سايد. زين، بالنسبة للتمبرال فيجوال فيلد او التمبرال فايبرز شنو اخبارها؟ التمبرال فايبرز ما يصير بيها كروسنج، ما راح يصير بيها كروسنج from right to left and left to right. اوكي، راح تطلع ابسيلاترال. اذا اتوقع الفايبرز اللي راح تكون بوستيرير للاوبتيك كيازما اللي احنا نسميها شنو؟ اوبتيك تراكت، بعد ماكو شيء اسمه اوبتيك نيرف، كل شيء بوستيرير للاوبتيك كيازما نسميه اوبتيك تراكت، فكل اوبتيك تراكت راح ياخذ هالف فايبرز من كل اي، هذا شيء منطقي. يعني اني الرايت اوبتيك تراكت اللي هو الازرق راح ياخذ تمبورال فايبرز from the right eye اللي هي epsilateral يعني breadth of the same side، والnasal fibers منين؟ من ال left eye. لذلك لو تشوفون النيزل fibers of the left eye ازرق والnasal fibers of the right eye احمر، ليش؟ حتى يميز لكم، حتى يفهمكم انه شلون الاوبتيك تراكت او الاوبتيك تراكت حطها بلون واحد، حتى تعرفون انه الاوبتيك تراكت هو دا ياخذ from two eyes، والليفت كذلك بالعكس.
الأوبتيك تراكت راح ينتهي بمكان اسمه جينيكوليت بودي اللي هو بارت من الثلاموس. احنا قلنا ماكو شيء يعبر للبرين او يطلع من عده او يعبر من مكان الى اخر داخل البرين اذا ما يعبر للثلاموس. ثلاموس فستراكتشر يعني عظيم ريلي ستيشن لكل شيء. اذا ريلي ستيشن اوف ذا اوبتيك تراكت بالثلاموس هي جينيكوليت بودي. من الجينيكوليت بودي راح تطلع الاوبتيك فايبرز او يس الفيجوال فايبرز او الاوبتيك فايبرز نسميها اوبتيك راديشن. هاي وين تروح؟ تروح بالتمبورال لوب، تروح بالبرايتال لوب الى ان اخر شيء تنتهي the final relay station اللي يصير بانالسيز وديسكريمينيشن وكل كل الاشياء تصير بالاوكسيبيتال كورتكس او الفيجوال كورتكس بالتمبورال وبالبرايتال لوب. طبعا يمر لكن تعتبر معابر ممرات ما يصير بها اي انالسيز، ما له اي علاقه. السنتر الاساسي والرئيسي اللي يصير بانالسيز ديسكريمينيشن وين؟ بالفيجوال كورتكس اللي هو بالاوكسيبيتال لوب. نعرف الاوكسيبيتال لوب هو بوستيريور لوكيتد. شيء كلش مهم لازم تعرفه، احنا قلنا الراتنا هي من كل الراتنا تجي نيرف فايبرز وتتحد وتسوي اوبتيك نيرف. بالاوكسيبيتال كورتكس طبعا هذا كله احنا ما عندنا مشكله، كلها تمشي سويه. لما يوصل الاوكسيبيتال كورتكس تقريبا بهاي المنطقة الفايبرز اللي جاية من الماكيولا تنفصل عن الفايبرز اللي جاية from the peripheral retina. فالفايبرز اللي جاية من الماكيولا راح تكون مكانها inside or on the sides of calcarine سلكس. كالكارين سلكس المفروض هذا انتم ماخذيه هسه بالاناتومي او حتاخذوه بالاناتومي بالتشريح تعرفون انه اكو سلكس بالاوكسيبيتال لوب هو كالكارين سلكس. اون ذا سايدز عندنا هذا ريبريزنتيشن اريا مكان ريلي ستيشن او فاينل ريلي ستيشن اوف ماكيولار فايبرز اوف اوبتيك راديشن. Posteriorly على surface of the optic cortex visual cortex عندنا الفايبرز اللي تجي من باقي الرتن. شنو العبرة؟ العبرة انه حتى لانه هذه الفايبرز of the macula مسؤولة عن السنترال فيجن، فلذلك اذا صار بيها مشكلة سواء سنترالي يعني برا لي ورا بالاوكسيبيتال كورتكس او بالعين تسوي بلايندنس يعني سيفير visual impairment اكثر مما اذا صار مشكله بالبريفرال فيول بالبريفرال ريتينا. هذا الاوفر فيو او هذا تقريبا الجنرال كونسبت اوف اوبتيك نيرف باثوي. اذا صار عندنا مشكله بالاوبتيك نيرف راح يصير طبعا حسب الدامج السيفيريتي اوف دامج، اذا كان دامج تام او كامل او فيري سيفير او اذا كان مايلد فراح يصير عندنا بليرنج اوف فيجن او بلايندنس بهذه الاي مثلا بالرايت اي. وين مكان البليرنج اوف فيجن؟ تقريبا بكل الفيلد سنترال وياها بريفرال. اذا كان اكو مشكله بالاوبتيك تراكت فرضا الليفت اوبتيك تراكت انه انا مأشر عليه رقم 4. هسه احنا الاوبتيك تراكت منين ياخذ نص الفايبرات مال وان اي ونص الفايبرات مال انذر اي. اذا ايش راح اتوقع؟ راح اتوقع نص الفيجوال فيلد مال ليفت رايت اي والنص مال ليفت اي راح يصير بيه مشكله. زين which half
عادة يكون same half. يعني ال left optic tract يأخذ اللون الأحمر والأصفر. الأحمر هو النازل fibers of the right eye والأصفر هو temporal fibers of the left eye. يعني ثيناتهم مكانهم ثيناتهم هذه الأصفر والأحمر مكانهم on the left side سواء بالright eye أو left eye هو مكانهم on the left side. فراح يصير مشكلة بالفيجوال فيلد اللي على left side مالت الright eye والleft eye. من يصير مشكلة بالleft half of the visual field نسميها هذه هيمي أنوبيا يعني half blindness. إذا كانوا نفس السايد ال both eyes يعني فينا يعني بالleft side of both eyes مثلا مثل هذا المثال نسميها homonymous يعني same side for both eyes. فبالتالي هذه الحالة نسميها homonymous هيمي أنوبيا. بالرايت سايد راح يكون بالعكس الرايت اوبتيك تراكت ياخذ فايبرز فروم ذا رايت تمبورال اند ليفت فروم ذا رايت تمبورال فايبرز اوف ذا رايت سايد اوف ذا رايت اي اند نيزل فايبرز اوف ذا ليفت اي. لكن هم الاخضر والازرق اثنينهم مكانهم اون ذا رايت سايد اوف بوث ايز. فبالتالي ايش حيصير هم انه هومونيموس هيمي انوبيا لكن شنو رايت سايدد هومونيموس هيمي انوبيا. زين اذا صار مشكله بالاوبتيك راديشن او بالاوكسيبيتال كورتكس. بالاوكسيبيتال كورتكس احنا عرفنا انه من وراء الاوبتيك يعني من بعد الاوبتيك كيازم او كل شيء بوستير الاوبتيك كيازم كل سايد يعني رايت او ليفت سايد هما ياخذون half of the visual field of fibers of visual field من كل eye. اوكي يعني هذه تركيبة الاوبتيك تراكت هي نفسها تبقى posteriorly. فبالتالي كل شيء posterior من الاوبتيك تراكت و posterior اي خلل يصير راح يصير homonymous او yes homonymous هيمي انوبيا homonymous هيمي انوبيا. لكن الفكرة انه احنا ايش قلنا؟ قلنا الفايبرز of the macular يعني macular fibers separated from other retinal fibers وين؟ بالكورتكس بالفيجوال كورتكس مو بغير مكان. اذا صار مشكلة بالفيجوال كورتكس راح يصير هم يعني هومونيموس امينوبيا لكن يصير وياها شنو؟ macular sparing لانه الفايبرات هنا انفصلت. يعني المنتصف من نقول للبيشنت باوع على اليمين هو عند او باوع على اليسار وهو عنده مشكله بالرايت اوكسيبيتال كورتكس. من يباوع على اليسار يقول كل شيء ما اشوف لكن منتصف اليسار او منتصف الفيجن ما راح يتاثر لان فايبرز اوف ذا ماكيولا تكون انت. يبقى شنو؟ يبقى اذا صار اكو مشكلة بالاوبتيك كيازما عادة تكون نتيجة compression from up from my pituitary gland tumor اللي هي تنزل على المنتصف of the optic chiasma. فعادة يكون المشكلة بالاوبتيك كيازما بالمنتصف مالته. بالمنتصف اوبتيك كيازما عندنا منه النيزل فايبرز تتقاطع temporal fibers كلش متكترة lateral لكن nasal fibers تكون in the middle. فأتوقع يصير damage بالnasal fibers of both eyes. النازل fiber هاي النازل fiber الأحمر والأخضر. احنا قلنا كل شيء تشوفه العين يصير بالمقلوب سواء right left والleft يصير right والup down والdown up. فإذا كانت هنا اكو فد شكل وهذا الرايت مالته يعني معناته النيزل فيلد اللي هو يكون on the left on the medial side راح يشوف اللاترال سايد مال هذا الشكل بينما التمبورال فيلد راح يشوف الليفت سايد مال هذا الشكل او الميديال سايد مال هذا الشكل. يعني بمعنى اخر
كل شيء ميديال بالرتنة هو بالحقيقة دا يشوف اللاترال مال الأجسام، كل شيء لاترال بالرتنة يشوف الميديال مال الأجسام. إذا النيزل فايبرز راح تنقل لي اللاترال فيجوال فيلد، اللاترال فيجوال فيلد. فإذا صار بها مشكلة نيزل فايبرز واثنينهم اللاترال فيجوال فيلد مال كل آي ما راح أشوفه. شو نسميها هذه الظاهرة؟ نسميها باي تمبورال هيمي أنوبيا، أو الاسم الآخر هيترونيماس هيمي أنوبيا. شنو هيترونيماس؟ ترونيماس يعني مختلف السايدز، مختلف different sides. ليش different sides؟ لأنه من الرايت آي، من الرايت آي الرايت فيجوال فيلد ما راح أشوفه، من الليفت آي الليفت فيجوال فيلد ما راح أشوفه، يعني right of the right و left of the left. بينما هومونيماس يكون right بالright eye وبالleft eye، أو left بالleft eye والright eye. الحالة الأخرى اللي هي أقل أهمية وهي أصلا أقل، من يصير فد partial damage to the optic chiasma أو tract، أو يعني بالنرف عادة بالtract أو بالoptic chiasma أو ممكن بالأوبتيك راديشن. إذا صار فت partial damage وضرب عندنا فقط one type of fibers، إذا صار one half of fibers، يعني إذا كان فقط temporal fibers اللي صار بها مشكلة، فراح يصير of one eye طبعا، فراح يصير يعني شو نسميه damage أو blindness of the medial visual field أو nasal visual field of that eye. okay، فنسميه nasal hemianopia. okay، هذه طبعا أقل أهمية لأن هي أقل حدوثا. يعني practically أو clinically إحنا شلون نفحص الأوبتيك نيرف؟ نفحص الأوبتيك نيرف يعني function of the optic nerve. طبعا إحنا عندنا نقدر نفحص الأوبتيك نيرف by means of fundoscope أو ophthalmoscope. هذه راوينا شكله، شوفه إذا كان normal swelling، كان بيأترافي أصلا. لكن function of the optic nerve من بدايته ولحد الكورتيك by means of a neurophysiological technique نسميها visual evoked potential. البيشنت يقعد على يعني قدام شاشة، الشاشة تكون بهذا الشكل اللي هي نسميها checker board، مثل شاشة مثل شكل الشطرنج، وبالمنتصف عندنا فد red spot. كل عين نفحصها واحد، وطبعا نحط إلكترودز على السكالب ونبدي الفحص. هذه السكويرز كلها محسوبة، الانجلز اوف ذا سكويرز محسوبة ثابتة، وعندنا اللايت انتنسيتي يعني شدة الإضاءة هم ثابتة. هذه اللي السكويرز تتغير، يعني الابيض يصير اسود والاسود يصير ابيض بتردد محسوب. هذا التردد احنا اني اقدر اتحكم به. اوكي مثلا 3 هرتز 4 هرتز 3.7 3.4 2.5 حسب الكيس وحسب الحالة. البيشنت راح يبقى يركز فقط على الريد سبوت، ما له علاقة بالباقي، كأنه هذه الريد سبوت بالنسبة لي راح تكون السنترال فيجن والباقي راح يكون هو البريفرال فيجن. نفحص كل عين واحد، تطلع لنا الويفز بهذه الصورة. الويف الأساسية اللي هي تعطيني indication عن الأوبتيك نيرف فانكشن هي ال V shaped wave. هاي ال V shaped wave. اوكي ال V shaped wave تكون wide broad وتكون على شكل V shape مثلثة. التب مالتها هذا المنتصف مالتها هو مكان هو وقت وصول الأوبت اللايت ريز للأوكسيبيتال كورتكس، يعني هاي مكانها هنا هو موقعها على الأوكسيبيتال كورتكس. لحظة وصول الأوكسيبيتال كورتكس سوري هو التب مال ال V shaped wave، هذه الكبيرة اللي هي بالمنتصف.
نفحصها عن طريق سكيل موجود فوق، شوفوا تلاحظون 0 50 100 150، هذا سكيل. وطبعا عندنا ماركرات، هنا أنا بعدنا ما مسوي لها ماركرز. الماركر هو اللي بالمنتصف وعلى طرفي الفي شيب ويف، في شيب ويف. من بداية الشاشة ولحد ما وصل للتيب of the V-shaped wave هاي كلها تايم. هذا التايم شنو؟ conduction time اللي يحتاج الاوبتيك نيرف حتى ياخذ اللايت ريز ويوصلها للاوكسيبيتال كورتكس، عادة تكون بحدود 85 ل 115 ملي سكند، يعني اللايت ريز حتى توصل للاوكسيبيتال لوب تحتاج مو اكثر من 115 ملي سكند. هذه العمليات كلها والهوسه كلها اللي حكينا عنها من الرتنة او من دخولها للاي للرتنة لحد ما توصل الاوكسيبيتال كورتكس ويصير بيها اناليسز ويصير بيها ستوريج، تحتاج مو اكثر من 115 ملي سكند، هذا الماكسيمم. اوكي، اذا كان اكو مشكله، طبعا احنا هنا شلون شنو الانديكيشن انه اكو ابنورماليتي انديكيشن من يصير برولونجيشن، يعني بدل ما اشوف الفي شيب هنا اللي هي تقريبا بحدود ال 85 او 87 ملي سكند، هنا راح اشوفها قريبه من ال 150 او 120 او 130، هذا معناه انه اكو ديلي بالكوندكشن تايم. وعادة يكون نتيجة لأنه لديس فانكشن اوف ذا مايلين. احنا عرفنا المايلين هو المسؤول عن الكوندكتيفيتي اوف ذا نيرفز، مسؤول عن السبيد او فيلوسيتي اوف كوندكشن، صح؟ فإذا كان اكو مشكلة بالمايلين مثل اني ديمايليتنج ديزيز، والموست كومن هو مالتيبل سكلروسز، يعني اقصد ديمايليتنج ديزيز سنترال ديمايليشن مو بيريفرال ديمايليشن. Central demyelination مثل multiple sclerosis أهم و most common example يسوي لي delay إذا كان يعني affect the optic nerve، يسوي demyelination ويسوي delay in conduction وتطلع على شكل delay أو prolongation of P100 wave اللي هي V-shaped wave of visual evoked potential. هذا كل ما يخص محاضرة الفيجن، وإن شاء الله good luck ونشوفكم بالمحاضرة القادمة.